هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كشتام يا احلى ناس حبايبي. كنا رجعت لكم يوم مقطع اسطوري كتير مقطع اليوم شباب، مثل ما انتم شايفين يا احلى ناس. بس وقفوا شوي قبل ما نبلش المقطع حبايبي، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس. سو جايز، الان الحساب يا اساطير مثل ما انتم شايفين شباب، ما راح اطول عليكم اكثر من هيك شباب، كل شيء باين، كل شيء مشروح، كل شيء ما بده يعني الخص الحساب شباب. راح نحاولوا من حساب جديد لحساب اسطوري شباب، نجيب فيه كثير من الاشياء يا شباب ونعمل عليه مسابقه اسطوريه. سو جايز، راح تكون مسابقه طبعا شباب، راح تكون على الانستغرام شباب، موجود على اليمين شباب، قال لكم شخطه جيمنج شباب، كيلو يروح يشترك شباب، وراح نعلن المسابقه وكل هالشيء ونعمل شيء لوز اللوز. سو جايز، الان شباب قبل ما نبلش كل شباب، شحنت جواهر شباب، شحنت بس جواهر شباب، بس عشان اغير الاسم، فهمتوا علي كيف؟ شحنت بس تقريبا 200 جوهره شباب، اوكي، بس عشان تقريبا نغير الاسم، اوكي يا اساطير. سو ناو جايز حبايبي الكرام، راح نشحن الجوال، نكمل بشحن الجوال يا اساطير، اوكي، وندخل نشوف شو في ما في حبايبي. طبعا شباب يعني هذه الفكره اللي عملتها شباب، بتعرفوا ليش؟ لانه كثير من المتابعين الحلوين للاسف الشديد يعني كثير منهم حساباته بتنسرق، اوكي يعني، ولهيك شباب رح نعمل هالمسابقه شباب، رح نعمل هالمسابقه يا اساطير. اوكي شباب، هيك بيكون يعني كملنا الشحن الجوهري يا اساطير، اوكي، عندنا هون الجوهر شباب، عندنا هون تقريبا 4000 سم، رح نكملهم على 5000 شباب. طبعا شباب الحساب لحد ما بعرف كم جوهره رح اشحن فيه، اوكي، مثل ما شايفين شباب عندنا هون 5000 جوهره. سو جايز، خلينا ندخل شباب على الاول شيء المتجر، متجر الغامض يا اساطير، ونحرق ابوه ونجيب كل شيء شباب، اوكي يا اساطير، خلينا ندخل على المتجر. طبعا شباب جاي تخفيض 90، اوكي يا شباب، رح نجيب كل شيء، يعني كل شيء شباب، كل شيء موجود بالمتجر. ايه تمانو حبيبي والله، حبيبي والله شباب، انا بالعاده لازم اسمع اصوات الاشياء اللي عم تصير باللعبه. هيك شباب، رح نجيب الكاسك ونظبط الوضع على رواق. ايه تمانو حبيبي والله، اوكي شباب، رح نشتري كل شيء شباب نشوف قدامنا، حبيبي حبيبي، رح نجيب كل شيء شباب المتجر هذا، اوكي، قبل ما ينتهي باقي له تقريبا 12 ساعه شباب. اوكي يا اساطير، طبعا شباب التمانو هذا هو الوضع الجميل، هذا البروفيسور شباب حبيبي والله. راح نشتري الرومات شباب، نشتري كل شيء بالحساب يعني، اوكي، نشتري كل شيء موجود امامنا شباب، كل شيء، نحرق ابو ال حصلنا على الرقصه حبيبي والله. فشباب ليش هيك ما في صوت باللعبه؟ راح نظبط صوت اللعبه يا اساطير، وقفوا شوي. هاي صار صوت اللعبه حبيبي والله. نشتري كرونو شباب، كريستيانو، اوكي، نشتري كل طاقات الحاضنه، الرقصه هاي شباب، يعني كل شيء موجود امامنا نجيبه شباب، كل شيء موجود امامنا راح نجيبه شباب، كل شيء راح يلزم شباب، كل شيء راح يلزم يا اساطير. طبعا شباب نحن عم نجيب يعني هذول تطوير الاي كي شباب، اكيد راح ينزل اي كي عن قريب شباب، رجع ينزل اي كي ذاك الدراجون الملتهب مع الام بي 40. لهيك شباب راح نجهز من الان البطاقات عشان نطوره. طبعا هذا الحساب راح اطوره شوي شوي شباب، اوكي، راح اعمل له عليه سلسله، تمام حبايبي، يعني عندما ينزل احداث وهيك وهيك ولوز اللوز شباب، راح نظبطه على رواق. خلينا نعمل تبديل نشوف شو في ما جبناه هون، هنجيب هذا حبيبي والله، جبنا هاي السكين الاسطوري، اوكي شباب، السكين رقصة القلب، هاي رقصة الدراهم، حبيبي والله، حلو 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 حلو، ابلع. بطاقات الحاضنة يا اساطير، والهذا، ونكمل على نشتري فيهم، هات نشوف شو فيهم موجود ما جبناهم من تحت، نشوف من تحت من تحت، هون كل شيء اخذنا شباب، التمانو، بطاقات الدايموند، نجيب هذا كمان، هذا كمان ليش لا، يلا نفتحهم كلياتهم، حبيبي والله. شفت طلع لي شيء دايم شباب، شفت ما بعرف اذا لاحظتوا، شفت شيء طلع دايم حبيبي والله. التمانو ابلع هون معلم، جيب هذول كلياتهم. توكن القرش شباب، طبعا شباب بتعرفوا يعني ممكن باي وقت ينزل السلاح، لهيك شباب راح نجهز الوضع ونجيب الـ ونجيب الـ الـ الاشياء موجوده هون عندنا، جيب تبعوت التطوير، لانه شباب هذا الحساب راح يكون اسطوري شباب. اوكي اساطير، سو خلينا نشتري كم بطاقة، نشتري لا كثير هيك، نشتري 10 بطاقات، 10 بطاقات حبيبي والله. ايه تمام حلو، اوكي. الان شباب اعتقد جبنا كل شيء، نشتري الوك، نجيب الوك، اوكي شباب، هيك بكون جبنا كل شيء شباب بالمتجر. اوكي اساطير حبيبي والله، اوكي شباب، الان شباب مثل ما انتم شايفين حبايبي، روحنا تقريبا اكثر من 5000 جوهرة. اوكي يا اساطير، الان راح ندخل شباب على اليسار ونكمل نشوف الاحداث الموجوده عندنا شباب. اوكي يا اساطير، طبعا هون عندنا الشوت جان، عندنا هون اشياء، في كثير اشياء اسطوريه شباب، هيك شباب راح نحاول نجيب نخلي السلاح اسطوري على الاخير شباب.
اوكي يا اساطير حبايبنا، انا استنى شاحنين 5000 جوال شباب، رح نكمل شحن الجوال يا اساطير. والان اعتقد صار عنا تقريبا 7300 طار عنا شباب، حنا تقريبا لحد الان بالحساب صاروا 12000 جوله شباب، وصلنا 12000 جوله. اوكي يا اساطير الان شباب راح حان وقت نجيب الشوتجن الطلقتين. اوكي البربر حبيبي ولا تيتوجن اسطوره حبيبي. طبعا شباب راح ناخذ كل الاشياء الموجوده. اوكي قول لي ابلع توكن حبيبي والله توكن اسطوري. طبعا شباب كل شيء الشباب الموجوده بالبلجات هذول راح نفتحهم كلياتهم، فهمت علي؟ كل شيء راح يلزمنا. اوكي يا اساطير يلا بدنا التوكن معلم، التوكن يا جميل، التوكن يا جميل، التوكن يا جميل، التمام. ووهو هو مع توكن حلو، حلو كثير حلو، خلينا ناخذ الاشياء على اليمين شباب. يلا شباب بنجيب الشوتجن البربر حبيبي والله. طبعا شباب صار عندنا اكثر من شخصيه الان، يعني ان شاء الله هذا التوكن الاخير. لا التوكن الاخير يا جميل، التوكن الاخير يا اخي شو هالحظ، التوكن يا جميل حبيبي والله. يلا هذا هو، هات نشوف هيك بيض. يلا شباب بدنا التوكن البربر، بدنا البربر. ثواني اذهب الى الحقيبه، شو عم بيقول هون؟ اه ثواني شو عم بيقول هيك. اوكي شباب الحقيبه عندنا صارت فل. اوكي شباب راح نحاول ناخذ الاشياء اللي اخذناهم. هي نعمل مطالبه، هي نحولها على اليمين. اوكي حصلنا عليها، وهي كمان تاكيد حلو، وهذا كمان. اوكي هول الاشياء شباب ممتلكه مملوكه. يا اخي كيف راح نعمل؟ شباب اوكي فضينا شوي شباب من الحقيبه مثل ما انتم شايفين. شباب هون وقف شوي راح افرجيكم، هون عندنا الحقيبه فل مثل ما انتم شايفين. هون 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 شايفين حقيبه عندنا فل. سو جايز راح نضرب كمان شوي شوي، طلعنا التوكن حبيبي والله، طلعنا التوكن يا اساطير. حطينا على الشوتجن التمانو بنجيبه شباب، صار عندنا شوتجن الطلقتين اسطوري شباب، اسطوري كثير. اوكي ناوس حبايبي الكرام، الان رح نعمل اختيار سريع والمطالبه بكل شيء في الخزنه شباب، كل شيء ناخذه على الخزنه، كل هذول رح نفتح يلزمونا شباب، فهمتوا علي كيف؟ رح ناخذهم كليتهم ورح نفتحهم شوي شوي. اوكي اساطير حبيبي والله. اوكي شباب يلا هي نعمل مطالبه معلم، كل شيء ناخذ حبيبي نفتح. اوكي لا شباب هلا نجيب الشوتجن الطلقتين. اوكي هذول هي شو هذا ما بيلزمنا، هذا ما بيلزمنا نعمل تاكيد. نجيب شوتجن طويل شباب، عفوا مو طلقتين، نعمل له لفه معلم اسطوره. يعني شباب الحظ يعني معروف، خلص لما عليك الحظ. والله طلع شباب قبل الاخيره، كثير حلو حلو، بنوفر جواهر شباب التمانه. اوكي سو جايز اوكي عندنا هون هي، بعدين نشوف هذا عندنا هون هذا هذا السكين. طبعا رح ناخذ نضرب عليه لانه في كثير اشياء موجوده هناك شباب، فهمت علي كيف؟ حبيبي خسرنا هاي شباب، عشان نحاول نجيب سكنات بالحساب يعني نطور الحساب. يا سلام عليك يا سلام عليك يا جميل. اوكي شباب نكمل على الضرب، خلينا نشوف شو اخذنا هون. حصلنا في رقصه شباب، نحاول نجيب الرقصه. اوكي نجيب الرقصات ونجيب كل الاشياء الموجوده شباب، نحرق كل الدايمون شباب، يعني اكيد في شيء راح يوصلنا، اكيد في شيء راح يجينا شيء حلو ومرتب. شايفين معي كيف؟ شايف تشيف شايف يا جميل ولا لا؟ حبيبي حبيبي هات لهون، جيب هي على اليمين هون كمان يا ساتير. او نضرب نكمل الوضع، نفتح كل الشباب، نفتح كل شيء شباب، هيك يعني بكون شو هيك شو بكون الحساب صار فيه سكنات اسطوريه، فهمتوا علي حبايبي؟ يلا املا نحرق كل هذول الشباب. يلا يا جميل حسنا. اوكي اوكي نخلع طلع حلو، هاي هاي شو هاي ولا شيء نرى. اوكي هون عندنا البارفل شباب، نحاول نجيب البارفل شو يطلع لنا اياه. اوكي سنايبر والله فكرت البارفل شباب، بس معي شباب هون يعني بتجينا اشياء حلوه، فهمت على كيف؟ يعني قنابل ما قنابل يعني شيء اللوز اللوز. يلا البارفل يا زلمه، ليش ما يطلع لنا البارفل حجي؟ هات نشوف هاي، نفتح هاي هيك على اليمين، ناخذ الاشياء الموجوده يا اساطير. يعني شباب الحساب يعني صار الحساب شباب يعني خلص خلص يعني حساب شيء لوز لوز اللوز معلم. يلا بدنا البارفل، البارفل يا جميل. اوكي البارفل يا جميل، بدنا البارفل. عشان شايفين الاسلحه الموجوده، الاسلحه صار فيها اسطوريه يعني مثل ما انتم شايفين حبيبي والله. اوكي البارفل ما طلع، راح نشوف بعد شوي شباب، مش مهم هلا. اشياء في كثير اشياء مهمه شباب، ما راح نستخدم الجواهر، راح نستخدم الجواهر بالعقل، فهمتوا علي كيف؟ اوكي شباب الان خلينا الوقت الحاضر يا شباب، حاضنة هي شباب، حاضنة هي باخر ثلاث ايام شباب،
ومن الضروري نجيب هالاسلحه شباب الاساطير. نحاول نجيب الاسلحه الموجوده بهالحاضنه يعني نضرب نضبط الوضع. اول حجر شيء حلو حبيبي والله. اول قناع شيء مرتب تماما حبيبي والله. لا 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 شوي نعمل مشاركه. اوب اوب الاقنعة يا شباب يا سلام عليك تماما. يلا شباب بدنا الاقنعة والاحجار. الحجر حلو يلزمنا 15 حجر شباب. حلوه تمام. حجر اسطوري حبيبي اوتمانو يا سلام عليك يا سلام عليك. حجر يلا بدنا الاحجار معلم بدنا الاحجار. خلينا نشوف كم قناع صار عندنا وكم قناع وحجر. هون عندنا قناع واحد امنا الام بي 40 هون يا شباب وامنا هذا. اوكي باقي علينا شباب قناع السكار. اوتمانو ان شاء الله سكار يا اخي ام بي 40 شباب سبحان الله. يلا بدنا السكار معلم بدنا السكار يا اخي. هاي بدنا السكار يا زلمه. والله طلع لها حجر حبيبي. اوكي حلو خلينا نشوف كم صار معنا شباب. حرقنا 100 بطاقه شباب يعني 100 بطاقه يعني بيعملوا كثير يعني شباب. يعني هلا لازم نحسب شباب 100 بطاقه كم يعملوا. ما احسبوا لنا انتم اكتبوا لنا بالتعليقات. ما عندنا وقت ما عندي وقت احسب. اوكي شباب خلينا نشوف الاشياء هون نقدر نجيب عندنا هون الام بي 40. طولوا بالكم طولوا بالكم. خلينا معنا 4000 جوهر شباب نسيناهم. اليوم بي هذا مش كثير مهم هذول اهم شباب. نضرب ان شاء الله يطلع لنا هيك شيء حجر شيء شغله شباب حبيبي والله. يلا يا شو هالحظ البيت حظ بيت اقسم بالله. طب بدنا القناع يا اخي يا اخي شو بدي باليو ام بي هي شو بدي فيها. بدنا القناع. اوكي شباب طول بالكم طول بالكم. خلينا نشوف شو فينا على اليمين. لا ندخل ثواني. يلا روح يلا ان شاء الله. حجر حجر ليش هيك شو هالحظ البيت شباب. لا 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 حجر حلو حظ بيض. يلا التمانو ول 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 شباب شوفوا معي شباب بدنا بس نجيب نحاول نجيب السكار اهم شيء شباب. طبعا نجيب هذا نجيب هاد اوكي الام بي 40 اوكي نجيب الام بي 40 يا اساطير. وبالنسبه للسكار بدنا اهم شيء السكار شباب يعني السكار اهم من هذا. شوف معي 7 اقنعه شباب يعني السكار اهم من هذا الاكسيمويد. اوكي يا اساطير يلا شباب خلينا نكمل نشحن شويه جواهر. اوكي شباب طبعا ما راح اشحن كثير ما راح اشحن شويه جواهر شباب. راح نشحن جواهر كثير شباب عشان نحول الحساب لانه الحساب شباب لازم فيه كثير اشياء احداث شباب اسطوريه مثل الرقصات والسعر كمان يعني لازم نجيب ابوهم شباب يعني لازم لما عليكم يعمل يحول حساب اسطوري شباب لازم يحول حساب يعمله اسطوري كثير شباب لانه راح يقدر يستلم الحساب شباب راح يكيف. اوكي شباب نكمل على الجواهر حبيبي والله. حجرين التمانو هي اللوز معلم. ويلي 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 بخش ثلاث احجار ثلاث احجار شباب نقدر نجيب. ها الوضع لو يا سلام عليك. باقينا شباب ثلاث احجار. هي حجر حلو ان شاء الله حجر يا اخي حاج ما بدنا اقنعه معلم. خلص طولوا بالكم نجيب السكار تيتان شباب. هيك صار عنا السكار اسطوري شباب. طبعا شباب راح افرجيكم كل شيء الاشياء جبتهم يعني شوي شوي. والله شباب لقينا شوي حجرين شباب نجيب الاكس ام ويت هذا كمان بيكون وضع لوز اللوز. يلا نضرب شوي شوي يطلعنا احجار يا اخي مليله. ما بدنا اقنعه يا اخي يا اخي ما عاد بدنا اقنعه ما بدنا يا زلمه ما بدنا غير اقنعه. بدنا احجار خلص حبيبي والله بدنا احجار معلم حجرين معلم. طولوا بالكم شباب ما راح نكمل على الحاضنه. طولوا بالكم راح نوقف في احداث كثير مهمه شباب افضل منك اللي هي حفله الرقصه هي شباب تمام. في رقصات هون يا شباب رقصات اسطوريه ليك شباب راح نكمل نضرب هون يا شباب. هذول اهم الرقصات حلوات الرقصات هذول يا شباب راح نكمل عليهم. اوكي نعمل ضربه مميزه التمانو ويلي حظ بيت يا اخي. اعطينا رقصه يا ولد حلوه. اول رقصه حلو رقصه ثانيه يا الزلمه ويلي. اولولولولو شو هذا شباب رقصة العرش يا اخي بدنا كل الرقصات يا الزلمة يعني ضرب مميز يا شباب. يعني حلوة رقصة البوية هي اسطورية يا شباب حلوة. وضعنا لوز اللوز شباب رقصة الهي كمان. اوكي بقينا رقصة كرة القدم شباب نحاول نجيب رقصة كرة القدم حبيبي والله. يلا رقصة كرة القدم معلم هاي رقصة الكرة تمام. هيك جبنا حدث لحفة الرقص شباب. اوكي يا اساطير هيك الوضع صار تمام تمام. خلينا ندخل على احداث شباب نتاكد من الاشياء الموجوده. اوكي طبعا شباب لا تنسوا شباب المسابقه راح تكون على الانستغرام يا اساطير. كل يروح على الانستغرام شباب ويتابع باي وقت المسابقه راح تنزل يا اساطير. اوكي شباب هون الاشياء المهمه طبعا جبنا هذول. اوكي حلو 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 كثير حلو. اوكي شباب اعتقد الاحداث اللي جبنا اهم الاشياء.
تمام. بالنسبة للحاضنة هاي، حاضنة هاي راح نشوف، تعال نضرب هون شوي حبيبي والله. اوكي شباب، بالنسبة للحاضنة هاي راح اشوف، راح اجيب يعني احاول اجيب واحد منهم يكونوا حلوين. اوكي يا اساطير، سو ناو عندنا هون هذا. طب راح اشوف بعد شوي، اشوف انتم تقدرون تكتبوا لنا بالتعليقات شو افضل واحد شباب نقدر نجيبه. فهمتوا علي كيف؟ بثلاث جواهر يعني، يا هذا يا هذا يا هاد يا هاد يا هذا كمان حلو. اوكي يا نجيب هذا، وكمان راح نشوف شباب. اي شباب فيك صناديق واحد على الخزنه يا اساطير. الخزن شوف الباقات شباب، نفتح ابو الباقات، نفتح ابوهم يا اساطير. حبيبي والله حبيبي والله، نفتح هذول كلياتهم شباب. اوكي نعم، الصناديق عندنا صناديق يا اساطير. اوكي صناديق الاي كي ما طلعنا الاي كي هون، هذا نفتحه. هذول شباب نفتح البكجات شباب، فتح بكجات كثير في اشياء اسطوريه لسه عندنا هون. يو ام بي بيبي والله، سنايبر التمانو ال هذا اوكي، الكونغ كونغ جونغ جونغ سكلو. اوه جت الشخصيه شباب، حلو طلعت الشخصيه والله شباب. صار يعني بالحساب صار في افضل الشخصيات، فهمتوا على كيف؟ حلو كثير حلو. الام 4 الاي كي هذا، اوه طلع الاي كي دام، حلو والله اسطوري شباب، شيء حلو يعني. هلا شباب الحساب صار جاهز يعني، فهمت علي كيف؟ الحساب الان، اوه حتى الدراغونوف حلوه، حلو والله حلو شباب، الحظ جميل جدا. هات لنشوف نكمل يا اساطير، هات لنشوف. حلو كثير 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 كثير. اوكي ثواني شوي ثواني شوي ثواني شوي، جميلين والله. ما اعرف شو طلع لنا شباب، المهم راح نكمل شباب. نفتح كلش، نفتح كل اشياء الصناديق شباب، موجودين يمكن طلعنا شيء 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 اشياء حلوه، فهمتوا علي؟ اسطوري 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 حبيبي والله. التمانو جولد، يلزمنا الجولد كثير شباب، يلزمنا الجولد كثير شباب، يلزمنا الجولد. حلو 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 حلو، حصلنا على 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 السكين، شيء كثير حلو شباب. التمانو تعال هون، هذا طلعنا اياه كثير من مره، نفتح هذول حبيبي والله. طيب شباب انا بالاسلحه شباب بهمني، بالحساب شباب بهمني دائما الاسلحه يعني، فهمتوا علي كيف؟ السكنات يعني مش كثير مهمات. اوكي اوكي خلينا ندخل على الشخصيات شباب، صار عندنا هون شخصيات اسطوريه راح نطورهم على الرواق من بعد. اوكي اساطير عندنا هون كريستيانو كافو لوز، اوكي نحط له كريستيانو. سو ناو جايز ندخل على الاسلحه شباب، شوف الاسلحه جبناهم. اوكي اساطير هي الام 4، نحط نزود الام 4. بالنسبه للاي كي جبنا هالاي كي شباب، كمان اي كي حلوه. الام 14 ما قدرنا نحصل على شيء. السكار سكار تيزن شباب يعني ما في غيره احسن منه. الاس كيس اس كيس اسطوري، هذا كمان مرتب. الفاماس فاماس حلو كمان. دراغونوف اولو لو 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 دراغونوف هذا يعتبر افضل واحد، هذا فيه السرعه. الاكسيميت راح نشوف بعدين من الحاضنه شباب. السي ام 60 البلازما جبنا البلازما كمان حلو، شيء كثير حلو. بارفال ما جبناه معلش. النقار نقار حلو. اوكي بالنسبه لليو ام بي شباب، يو ام بي انا اليو ام بي شباب عاديه. اوكي جبنا هذا، نحط هذا هون. التمانو شباب لازم تعطوني تحت بالتعليقات تقييمكم لهذا الحساب كيف صار يعني، تقييمكم الواحد للعشره شباب لهذا الحساب. اوكي هذا الحساب شباب يعني راح ياخذه راح يعني لوز اللوز. شو كان شو كان طلقتين شباب صار فيه بالحساب. اوكي يا اساطير عندنا هون سنايبر، انا هون كار مسدسات حلو، مسدس اسطوري هون. شوف هون طبعا دول ما في شيء كثير من هذول الاشياء. اوكي يا اساطير عندنا هون القنابل، صار عندنا كثير قنابل حبايبي. بالنسبه للجدر جلو ما في. اوكي هون عندنا هذا حلو كثير كثير حلو شباب. نطلع على السكنات شباب، نشوف بشكل سريع السكنات يا اساطير. هذول هن السكنات، صار عندنا سكنات حلوه شباب اسطوريه حلوات يعني، في سكنات بنات كمان حلو يعني شباب يعني حساب You and me. يعني لوز اللوز شباب، فهمتوا علي كيف؟ صار عندنا الرومات كمان، جبنا الرومات حلو يعني الحساب شباب صار وضعه تمام التمام، فهمتوا علي كيف؟ اوكي يا اساطير حبايبي الكرام، الان انتهى مقطعنا. اوكي حبايبي شحنا تقريبا 20,000 جوهره شباب، اكتبوا لنا بالتعليقات شباب كيف
تحبوا نوزع هذا الحساب شباب اكتبوا لنا بالتعليقات اوكي اساطير تحت اوكي شباب الحلوين اند جايز لا تنسون تروحون على الانستغرام عشان تشتركون بالانستغرام يا اساطير عشان راح تكون يعني المسابقه راح تكون هيك يعني هناك اوكي حبايبي سو جايز هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير ان شاء الله عجبكم المقطع لا تنسونا بزر اللايك والشير والمشاركه شباب طبعا هالسلسله شباب راح نعملها ان شاء الله كل فتره اوكي اساطير يعني نوزع حسابات نهدي حسابات للمتابعين الاساطير اوكي حبايبي هيك بكون انتهى مقطع اليوم شباب صار 20 دقيقة اوكي رح نشوف طبعا شباب ايه الرقصات ما فرجيتكم رقصات شباب يعني نفس الوقت صار فيه رقصات اسطورية شباب نسيت الرقصات اوكي شوفوا الرقصات الموجودة شباب اوكي بنفس الوقت ونحن عم ننهي المقطع يا اساطير اوكي يعني الرقصات يعني صار فيه رقصات حلوة كتير خلينا نحط له رقصات شباب نحط كل الرقصات الموجودة هون شباب لانه حتى في كتير اشياء شباب يعني ما شفناهم اكتبوا لنا بالتعليقات شو اللي جبناهم ونسيناهم فهمتوا علي يعني رقصة البوي يعني شباب يعني شوفوا الحساب يعني مرتب يعني كل الرقصات تعبوا حلو حلو كتير شباب رقصة العرش يعني نقدر نحطها بأي مكان نحطها أي هون شباب يعني الوضع صار له هون بالنسبة للمركبات صار عندنا هذول حقيبات مظلات أسطور حلوات هون يعني شباب حساب أسطوري أسطوري شباب سو جايز مثل ما انتم شايفين شباب خلص يكفي انتهى مقطعنا اليوم شباب مقطع كثير طول ان شاء الله ما مليتوا حبايبي اكتبوا لنا بالتعليقات كل رايكم وارائكم شباب وان شاء الله بنشوفكم فيديو جديد تشاو شباب